على من انت تغلبت؟ على من؟ مشي لي الصوره، على من تغلبت؟ هي بطولة المنافسين الاقوياء لك منو كان؟ من يا دوله؟ منافس شرس كان لي، منافس ايراني حقيقه، يعني جاي مبسوط من ناحيه. لا الحكي، انت غالب ايراني وتريد وزير الشباب والرياضه ينطيك دعم؟ انت ليش ما خليت الايراني يغلبك؟ انا تألمت على موقف، يعني اللاعب الايراني من رجع البلد هو خسران وياي وجايب مركز ثالث وثاني جابه وكلهم نتائجهم، لان احنا العراقيين تغلبنا عليهم، استقبلوهم بالورد وبالباقات وبالمطار وسووا لهم حفل، وانت وانا ما ما حد حد استقبلني استقبلك؟ ابدا والله، ولا من قبل الوزاره ولا من قبل اي شخص. اصلا الوزير ما جيت يدري بيك بالمطار اصلا انا انت مشارك ببطولة. لا صراحه بعد ما فزت قلت حتى اذا ما يدري، انا صراحه بعد ما فزت ونزلت بالقنوات وكذا وانذكر ويدرون كل الزين، لا توصلهم المعلومات بس هم ما اعرف عندهم حسابات انه علي الزرقاني ما يفيدنا انتخابيا، ما ما يفيد يفيدنا انتخابيا سياسيا، ما يفيدنا سياسيا، مع الأسف، والله والله مع الأسف. هذا واقع حال مع الاسف.